طبعا نحن جايين اليوم نعتصم على وضعنا المتأزم في قطاع غزة كفلسطينيين سوريين، والوعود اللي أخلفوا فيها يعني إن كان حكومة غزة ولا حكومة رام الله. يعني نحن كفلسطينيين سوريين أقل شيء يعني يأمنونا بدل أجار مأوى، يعني واحد سكن، لأنه وضعنا صراحة نحن صعب. الانروا تنصلت عن جميع حقوقها، يعني الانروا بتوزع بدل أجار في سوريا وفي الأردن وفي لبنان للاجئين. طبعا عندنا صار لها أكثر من سنة وقفت الخدمة هذه، يعني أنا فاتح بيت بالأجار، طب من وين بدي أدفع؟ طب شغل فيش أي، يعني الدولة أو الحكومة هون مش موفرت لي أي إشي. بالنسبة للوكالة هي معنية بقضية اللاجئين، هي يعني الرئيسي في حل مشاكلهم. فالوضع الاقتصادي للاجئين كتير كتير مدمر نهائيا، ما حدا قادر يدفع أجار، يعني كلهم 6 أشهر 7 أشهر 10 أشهر مقطوعين، يعني مكسور عليهم أجار، مهددين بالطرد في الشوارع. يعني كيف بدها تنحل مشكلتهم؟ في نفس الوقت الحكومات مش متعرفة على كمان ملف اللاجئين، لا حكومة رام الله ولا هون، عرفتي كيف؟ ولا الوكالة. طب وين بدهم يروحوا؟